بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني متابعاتي حبايب قلبي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها ويفعلون خاصية الجرس، يضغطون على لايك وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة من عندكم. متابعيني متابعاتي، أكو قناة حابة تعرف عن نفسها فكونوا وياها. متابعيني متابعاتي حبايب قلبي، أريدكم تروحون على هاي القناة وتدعمونها شقد ما تقدرون، تروحون عليها وسلموا لي عليها. وهي يعني قناة كلش حلوة، بيها روتينات وبيها دروس تعليمية وبيها أخبار عاجلة، يعني كلش حلوة وراح تحبونها إن شاء الله. وراح أثبت قناتها، رابط قناتها بأول تعليق مثبت إن شاء الله. هنا أبو يونس جاب طلي وذبحه، الشكرانية لوجه الله على مود هم عقيقة اليوسف، والحمد لله هم على سلامة وردة الجوري. فقطعنا يعني أنا ما قطعته، أنا بس صورت أم وردة الجوري قطعت هي وأختها، ووزعنا يعني سوينا كلها، سوينا طبخات ووزعنا يعني للناس المحتاجة. صدق الوجه الله سبحانه وتعالى. وهي ان بهاي الجدريه شلنا حتى نسوي غدا، نسوي هبيط. وهي كنا نكيس يعني بالكياس هذا، نخلي لحم على مود نودي للعالم. يعني انا بس مقتطفات قصيت من عندها. هنا اسمها اخت ورده الجوري، زي ما قلت ورده الجوري، جتي تسوي يعني هبيط او تشريب اصفر. طبعا الطلي او الخروف اللي جابه ابو يونس صغير وبسرعه يستوي، يعني ما خلت عليه مي من ميه، يعني بس غسلته بمي اللحم، يعني ما شاء الله يا ربي استوى. يعني في المره كان تازه، احنا نقول عليه يعني طازج او تازه، احنا نقول تازه لحم وتازه يعني زين. فعاد شو اسمه خلت عليه بصل وملح وفلفل أسود، وكل شوية تجي هذا فلفل أسود، كل شوية تجي تقلب وتخلي يعني. وهذا خلت بهارات تشريب، تشاريب مال شو اسمه بهارات أذواق، خلت يعني تشاريب. هنا أني وأم وردة الجوري نظفنا الكرشة مالت الطلي يعني بسرعة، لأن هو تازة يعني مثل ما قلت لكم طلي صغير ممكن مال السنة، فعاد بسرعة بس خلينا بالمي يعني الكرشة مالته، بس خليناها بالمي يعني هيك فد دقيقتين ثلاثة رأسا مكيف ويروح. وهنا قصة المواعين اللي صارت يعني جويدينا حتى ما تبقى المغسلة مليانة مواعين، تلقى مواعين تغسل. فهذه أخت وردة الجوري يعني هي جاءت تغسل لها المواعين اللي موجودات بهذا المغسلة. طبعا احتلينا مثل ما قلت لكم، احتلينا بيت وردة الجوري يعني وأختها خطية والله، يعني الله يشافيها ويقومها بالسلامة يا ربي، تقوم على بيتها وعلى جهالها. فهذا عادينا كمل المرق قام يستوي. شوفون يا غاليات هالسعاد راح تسوي التمة، هم أختها وأني قلت لشين بس أصور. طبعا أنا ما أصور، أنا يعني بنت أختي هم موجودة يمنا، هم جتي يعني مو أم أماني، بنت أختي الأخرى جت هي تصور. أنا كنت قاعدة يم الطفل ويم يم وردة الجوري قاعدة، كنت ما خليتها وحدها.
وهن يعني أمها قاعدات وهن البنات جاي يشتغلن، فانطيتهن الموبايل قلت لهم صورن، بس التصوير حلو، تاي التصوير مال المواعين مال شو اسمه يعني مال التقطيع اللحم يعني كله. هاي يعني البنية كان صور بنت أختي، شوف هنا أنا جاي تسوي عاد التمن أخت وردة جوري، شوفن حبايب قلبي الغاليات. وأنا أقول لك يعني أني فد فرحانة يعني على الاشتراكات الجديدة ما شاء الله يا ربي، وشكرا جزيلا من كل قلبي من كل قلبي والله العظيم أشكركم يعني على هالاشتراكات الحلوة جايتني وهالتعليقات اللي تخبل، بس والله تعذروني والله العظيم يعني ما أقدر يعني أكتب حيل يعني التعليقات كلش يعني أنا ما أقول لكم لا تكتبوا لي، اكتبوا لي وأنا أقرأ والله العظيم، بس فرحانة لها بس والله لأن أتعب من الكتابة ما أقدر أرد لكم والله، بس أنطيكم قلب يعني مرات يعني أشوف مثلا سؤال أو أشوف شيء شلون ما أجاوب عليه، فبس والله العظيم ماكو شيء أني ما أقرأ، ماكو وحدة تقول لي قولي الوردة جوري سلمي لي عليها ما أقولها والله العظيم، حتى تقدرون تسألونها من يعني تقوم إن شاء الله وتنزلكم يعني تنزلكم قصدي فيديو هم اسألوها، يقول إحنا كنا ندزلك سلام يوصلك والله العظيم شو تقولون لي، أني أقول لها أقول لها وريت تراها البنية تقول خلت تدعي لي عندي واحد مريض أو خلت تدعي لي بالذرية أو تدعي لي بالولد، والله العظيم أنا أدعي وهي تدعي زين، وإن شاء الله الله يرزق كل محرومة ذرية الصالحة يا ربي، والله يوفقكم كلكم يا ربي بنات والله العظيم أني حيل حيل شكرا جزيلا لكم والله، يعني ما أعرف أنا شو أقول وش أحكي من فرحتي يعني وصلت 30,000 مشترك، شكرا جزيلا بفضل الله وفضل تواصلكم ودعمكم إلي، شكرا جزيلا من كل قلبي. وهذه البنية اللي نزلت لكم الفيديو مالتها تسلموا لي عليها وتروحون تشتركون بقناتها حبايب قلب الغاليات، لا تفشلوني وأني أحبكم 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 والله العظيم، وصلاتي يعني تعودت يعني من أصلي والله العظيم يعني مو ماكو استثناء كل متابعاتي ومتابعيني والله العظيم أدعي يعني تعودت لساني أخذها يعني بعد يعني شلون أدعي البيتي والعيلتي أدعي لكم والله العظيم بالخير، الله يوفق الجميع إن شاء الله لما يرضاه يا ربي يعني اللي ما يحب وما يرضاه إن شاء الله، الله يوفقكم كلكم والله يسر أحوالكم وأحوالنا والله ينطينا الصحة والعافية وينطيكم الصحة والعافية يا ربي، والله يرزقكم يعني والله ما أعرف شو أقول، أهم شيء الصحة والعافية والله العظيم حبايب قلبي، واحد إذا عنده مثلا ملايين الفلوس وما عنده صحة شو يسوي بيهن، والله ماكو مثل الصحة والعافية والله العظيم حبايب قلبي يعني ما أعرف شلون أقول لكم. أما بالنسبة أسولف لكم على بوتبوتة مخلي الطفل بصفها وردة جوري وما تدري بوتبوتة جاي يعني هي تدرون تعبانة ما تدري، وجاي ديفيد ويقرص بخدود الطفل والطفل يبكي صوته ما يطلع حلقد وما تقول انضحكت، وان الطفل ازرق وبتبت يقرص بخدوده يقول بابا منين جايبه خليه يرجعه ما اريد هذا عبان وبابا مشتري بابا هذا ابننا لا ما اريده ما اريده حياتي، توها طلعت الدودة ورا 3 ايام طلعت دودة بتبتة، الله يخلي لهم يفرحهم بي يا رب ويفرحكم ويرزق كل محروم يرزق كل محروم الذرية الصالحة بجاه السميع العليم والله العظيم. هذا كان الغداء مالنا من الطلي ذبحنا اليوم، وتمنيتكم ويانا والله العظيم كان شقد طيب حبايب قلبي، وساهمكم العافية والله العظيم ما أعرف شو أقول لكم، إيش قد ما أحبكم إيش قد ما أني فرحانة للتعليقات وفرحانة، بس أبد والله لا تزعلون مني على مود ما أجاوب على التعليقات، والله مو قصدي ما أجاوب والله، بس والله تعبانة، وشكرا جزيلا للاشتراكات الجديدة وشكرا للعتيجات الخير والبركة وللوسطانيات والجديدات، وألف هلا بيكم وإن شاء الله ما كنت طولت عليكم هذا الفيديو، أشوفكم فيديو جديد آخر ومع السلامة.